في ال 26 بطوله. هم هي اي بطوله بتاخدها مع النادي الاهلي غاليه بالنسبه لك يعني. انا اتحسبت لي اول بطوله دوري خدتها في حياتي اتصعدت مع الفريق الاول ايام تسوبل وقعدت احتياطي ماتشين اتحسبت لي انا بالنسبه لي غاليه. دي اول بطوله ليه؟ اول بطوله يعني قعدت احتياطي ماتشين دخلت السكور اتحسبت لي. بس في بطولات غاليه جدا عليا، بطوله الصفاقس بتاعت متركه، بطوله الدوري اللي احنا جبنا جونين فيها بتاعت سموحه يعني. انت برضو الزمالك كان مقرب منك قوي وانت حسمتها انت حسمتها خلاص، انت خلصت الماتش. بطوله القطن الكاميروني كانت صعبه جدا لان الاجواء اللي كانت موجوده هناك في جروه في الكاميرون، والشمس، الشمس كانت قاعده في المقصوره معانا والله ما بهزر، الشمس كانت انا مش عمري ما شفت بلد في حياتي الشمس قريبه قوي كده، والحر اللي كان موجود هناك كنا بنموت بجد. كان متهيألي دي من اغلى البطولات يعني الحقيقه. طيب عايز اتكلم برضو معاك عن فتره الناشئين، ده طبعا بيعرضوا لنا كمان هدف محمد ابو تريكه، الهدف اللي يعني اللي دايما جمهور النادي الاهلي. بص احنا اصلا بنعمل ايه بره، بص احنا كلنا بنعمل ايه. بص 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 فرحة، بص فرحة طبعا. بص محمد صديق، بص محمد صديق بيعمل ايه في الثواني الاخيره دي، كام 91 كان عندهم مدير يعني كوره، كان عندهم مدير كوره، المباراه تخلص مدير كوره كان يعني عايز اقول لك الماده الخام الاستفزاز. مدير كوره بتاعهم كل شويه الماتش قرب يجي لك عندك على الخط لابس البدله ومتحرك لحد عندنا وباصص لنا بصه كبر. ان انا خلاص خدت الدوري منكم، خدت البطوله منكم. فكلنا انا قعدت ابص حضنت ابو تريكه حضن، انا كنت موهوم من البتاع دي. الماتش ده فعلا لا ماتش تاريخي يعني. ابو تريكه لو جات له 100 مره كده مش هيفكر يعمل الحركه اللي هو خلي بالك ابو تريكه بيقول لك وهي نازله انا واخد القرار، ممكن لو عملها كذا مره تضيع، لكن سبحان الله ربنا سبحانه زي ما دي بشماله مكانها، بيكافئ ابو تريكه وبيكافئ النادي الاهلي وبيكافئ الفريق، بيحط التوفيق كله طبعا في اللعبه دي، مكانها في المدرجات يعني الرائعة. دي مكانها في الوقت ده في هو مش اشول. فالطبيعي جدا انت مش رجليك فاكيد هتقلش طبعا. يعني 90% هتقلش و10% تخش، فده طبعا توفيق كبير يعني. والماتش ده فيه على فكره فيه حاجه غريبه جدا يعني، في اثنين اوف سايد جونين دخلوا يعني ما فهمش حاجه توفيق ربنا ربنا يعني عارف اللي هو ايه، ربنا عايز يديك البطوله طيب الحاجه الثانيه بقى يعني احمد السيد في بداياته لم يوفق في قطاع الناشئين، بعد كده بيوفق بيدخل قطاع الناشئين. عايز رساله من احمد السيد لاولادنا داخل قطاع الناشئين عشان تكون في يوم من الايام لعيب الفريق الاول، اكيد لازم تتعب طبعا. الرساله لما تيجي من نجم لعب وكان كابتن من كباتن النادي الاهلي وحقق بطولات كتير تكون مهمه جدا طبعا. بص اهم حاجه ان انت تجتهد على قد ما تقدر، انت تجتهد وتعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه. طول ما انت عارف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه هتطلع كل اللي عندك. احنا انت كنت معانا اسامه في الناشئين، كنت اتصعدت معانا، كنت اصغر من نفسك، بلعب معاكم مع كابتن مختار على طول معانا. انت اسامه كنت جاي حاسس ان انت جاي مع ناس اكبر منك. فانت بالتالي مطالب ان انت تعمل مجهود مضاعف عن مجهودك. ده المطلوب منهم، انت تعمل كل ما بوسعك اكيد. طبعا كابتن الخطيب ومجلس الاداره ولجنه التخطيط اكيد مش عايزين يشتروا ناس من بره، اكيد انت لازم يبقى انت انا عامل ناشئين عشان انا افرق منها بتاعتك. قاعده ان انا اطلع. فانت حط انت طول ما انت حاطط، انا من اول يوم دخلت في النادي الاهلي وحطيت في بالي ان انا لازم العب فريق الاول، حاطط هدف ليه، حاطط هدف لازم لازم اموت نفسي في التمرين. انا في تمارين يا اسامه، انا كنت كان الملعب اللي احنا كنت مرن ده كان تراب، قبل ما نعمل له نجيله كان تراب. كنا بنعمل تمرين كنت باص كنت بعمله التاكلينج، وكان كان جنابي كانت بتتقطع دم. فانا فعلا كنت بتعب. يعني انت الرساله توصلها اتعب في التمرين، اتعب في التمرين بس اجتهد، اسمع كلام المدرب بس واخلص بس علشان ربنا يكافئك، بس اعمل عليك طول انت بتعمل عليك. بص احنا متعودين نعمل علينا والنتائج بتاعت ربنا تمام. انت تعمل عليك، انت تجتهد وربنا هو اللي شايف الصح يعمله لك، شايف ان دي مش حاجه خير ليك مش هتحصل لك، شايف دي حاجه خير ليك هتحصل لك. فانت اجتهد قد ما تقدر، واعرف ان انت بتلعب في اعظم نادي في افريقيا، انت بتلعب في اعظم نادي في الوطن العربي، من الانديه اللي بتناطح انديه اوروبيه. فلازم تعرف ان انت ما ينفعش حد يجي يكسبك، ما ينفعش حد. انت اسامه كنت معانا في الناشئين لما كان فرقه تيجي، دي مهمه جدا جدا الاولاد يتعلموها داخل قطاع الناشئين. لو انت من جواك الغل اللي كان فينا واحنا صغيرين، فاكر احنا لما كان فرقه تخسر تيجي تخسر مباراه ولا تتعادل مباراه مع احترام القطاعات الناشئين الموجوده في الانديه الثانيه. احنا كنا واحنا صغيرين كان قطاع الناشئين في المقاولين والزمالك وام كانوا اقوى من كده بمليون مره. كنا احنا بنعمل فيهم ايه؟ وكان في فرق اقوى مننا، بس اللي كان يجي يتمنظر علينا او يحسسنا انه لا انت جاي تلعب نادي الاهلي، انت جاي هتيجي تطلع من هنا هتموت. طيب عايز بقى جيلك، جيل اللعيبه اللي طلعت مع احمد السيد، اللعيبه اللي طلعت فريق الاول اسمائهم مين بقى؟ اسامه حسني وامير عبد الحميد وفضل ابراهيم سعيد محمد جوده حسام غالي، حسام غالي حسن مصطفى، لا حسن مصطفى مشي ورجع. مين تاني؟ عماد متعب، متعب
متى طلع بعدينا؟ كان اصغر طلع اصغر يعني. متى طلع؟ في حوالي 2003 حسام عاشور. كان ابراهيم سعيد. بعدين ابراهيم سعيد موجوده الناس دي كلها يعني. احمد بلال الناس ما شاء الله كان قطاع الناشئين بيخرج لعيبه كتير. احنا يعني الجيل بتاعنا ما دي برضو دي حاجه لازم تبقى رساله للناس دي حطوها قاعده. لان في ممكن ناشئ يقول لك ايه يا عم ما كده كده هيشتروا من بره. لازم يبقى ليك هدف. لازم يبقى ليك هدف وتشوف شوف على 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 مدى السنين اللي فاتت مين اللي طلع؟ مين من ولاد النادي دلوقتي طلع فريق اول؟ ليه ما تاخدش نفسك هدف؟ اكيد النادي الاهلي لو شاف لعيب كويس شايف لعيب كويس اكيد انا حتى لو اللي بره ده مستواه اعلى مني 10 20 30 50% لا انا هديك انت ابن النادي واطور من ادائك واخليك 100%. فلازم الناشئين ياخدوا يعني ياخدوا قدوه من الناس اللي طلعت. شوف كام واحد انت احنا يعني حكينا كام واحد قلنا فرقه كبيره فرقه طلعت كامله وشاركوا كمان سنوات طويله وحققوا بطولات كبيره للنادي وعملوا تاريخ للنادي الاهلي يعني. هتشوف كل الناس دي هي الناس اللي عملت تاريخ النادي الاهلي يعني في قصدي في الفتره ما بين 2000 من ساعه ما تصعدنا كلنا 2000 لحد 2012 او 2000 لحد دلوقتي هم الناس دي تمام. وانا بتفق معاك في الكلام ده كله. شرفتنا ونورتنا ميسي حبيبي. انا سعيد جدا يعني ان كابتن احمد السيد كان مشرفنا النهارده في برنامج الاشبال. وجايب كابتن احمد السيد علشان هو خرج من قطاع النشيب النادي الاهلي كان كابتن النادي الاهلي وحقق بطولات كتيره يعني مع النادي الاهلي. المره الثانيه شرفتنا يا كابتن احمد. انا كنت عايز اقول بس بطوله يعني برده مهمه جدا 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 كاس مصر طبعا الجوان بتاعتك يعني فعلا البطوله دي ان كان لحاجتين ان احنا البطوله دي يعني الماتش بيروح ويجي مننا الزمالك كله بيتقدم على طول ما كانش بيحصل طول عمرها. تاني حاجه احنا كنا بعدها مسافرين كوت ديفوار فهناخد اسبوع هناك طين مع جوزيه فالدنيا هتبقى صعبه جدا معايا. فطبعا دي كانت بطوله بينا غاليه جدا برضه علينا. طبعا طبعا وانا بشكرك طبعا المره الثالثه يعني يا احمد سيد نجم كبير داخل النادي الاهلي وحقق بطولات كبيره وكمان زي ما بقول لحضراتكم كان كابتن من كباتن النادي الاهلي. كده وصلنا لنهايه حلقتنا. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.